الحقيقه اللي احنا شايلينهم هتروح في الاسعاف العربيه اللي قبل العربيه واحد هتلاقي مقدم في تاكس ومعاك معاه صحابه والعربيه الثانيه هتلاقي مع واحد منهم خده جري خايف يقول لك هتيجي معايا واحنا عايزين نجلس الناس البلد الراجل بتاع ملاكي خايف خايف ليه خايف من الشرطه مفيش قضاء بقى اكتر من ساعه ونص بلا بتاع انا جاي اقول له القضاء ضعيف لا انا ما شفتش انا لسه جاي احنا سمعنا بوق بس سمعت في حد يعني شفت حد بعد ما الصباط الصباط عشانهم بيتهم الصباط احنا جايين شايلينهم كم واحد المقدم ونقيب احنا شايلينهم واحد في تاكس واحد في عربيه ملاك خده وجري عشان يحاول ينقذهم نص ساعه مش اسعاف الشرطه الخارجيه ما فيهاش عربيه اسعاف خالص وعميل شرطه لسه معدي شاي واخد الشاي وشاي معدي عيني قاعدين لسه في واحد ده احنا ما شفناهوش مش عارفين ده ولا مين شرطه ولا واحد عادي في المستشفى ايه واحد راح الهلال واحد راح الهلال قلنا على الهلال اقرب حاجه تتكسر طب كانت حالتهم بقى المقدم كان مغمى عليه واحنا شايلينه تحس ان هو اتقطع والمهاجم اول المقدم ده والمهاجم اول فرحان غيبوبه هم اتنين مقطع يا جماعه الشرطه بس يحاربوه لازم الشعب هي بضرب بالموبايل ايوه مضروبه بالموبايل مضروب بالموبايل انت تعالى بص وقعت على الشجره وقعت الشجره وموتت الناس اللي قاعده العسكري دوت ما حدش بيسيب امي ويبقى انت مستني ايه على محاكمتهم كل قاضي يقول لك انا بتنحى اسف على ايه الموت واحد يا عم الناس بتموت ما تقدر واخد اعدام المدرسه كده على بالاعدام منفذوها هيتلموا كلهم ايه ده راح امريكا النهارده ايه اللي يوديك دلوقتي انت تمشي مخرجك انا مرعوبه.